النهارده اعلان مختلف خالص يا جماعه، مش عيب عن السيارات، لا النهارده احنا جايين نصور المنتوشات، يعني معانا ملايات وفوط ومعانا بسكير ومعانا كل حاجه حلوه مع الحداد للمنتوشات. اجا شارع السكه الجديد. لكل عروسه بتجهز مفروشاتها، وكل ست بيت بتجدد فرش بيتها. بنقدم لك اجود وارقى المفروشات. عامله ايه كبير؟ العربيات عامله معاك ايه؟ المفروشات المفروشات عامله معاك ايه كبير؟ احنا بنغير اهو النشاط داخلين على المفروشات اهو. ماشي كبير، بنجهز مين احنا دلوقتي؟ فبقول لك العريس هو اللي قاعد هيجهز نفسه في الحاجات دي كلها. لا والله يا لهوي بذاكر اهو. ماشي كبير. مفروشات الحداد، وكيل وموزع لكبرى شركات المفروشات العصرية. وفرنا لك أرقى الموديلات، أفضل الأسعار، أقوى العروض، أجود الخامات. النهاردة يا جماعة احنا في محل الحداد للمفروشات، ومحمد الحداد معانا النهاردة. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. انت جاي بتفلفش وشك ليه يا محمد؟ اعكسه على الوند. ايوه كده. عايز تقول للناس ايه يا محمد؟ سلم على الناس، قول لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ميرسي يا محمد. باي. امين. افسد بقى. خشوا بقى كلمة الحداد يا محمد. بس ارجع يلا. محمد بقول ابدا، مش تبدا في كابتن محمد على دبوس، خد بالك. بالظبط كده، برافو عليك، بالظبط ده كده. عايز تاخدها سلو موشن؟ لا ما تقلقش بقى، اول ما تقول لي اكشن. ها يلا خش. مفروشات الحداد، الفخامه والرقي. العنوان اجا شارع السكه.